أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلاً وسهلاً بكم في هذه السلسلة التعليمية لمادة العلوم لنتعرف على جسمنا والبيئة المحيطة بنا، فهيا لنبدأ رحلتنا. المادة وتحولاتها. سنتعرف في هذا الدرس على: أولاً كتلة المادة، ثانياً حجم المادة، ثالثاً حالات المادة. المادة هي كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً من الفراغ. أولاً كتلة المادة. لمعرفة كتلة مادة نقوم بتجربة صغيرة، حيث نأخذ صندوقاً ونضع فيه عدداً محدداً من الكرات الزجاجية بحيث يمتلئ الصندوق، ونأخذ صندوقاً آخر فيه كرات زجاجية لكن تنقصه بعض الكرات. نلاحظ أن كتلة الصندوق الأول أكبر من كتلة الصندوق الثاني لأن كمية المادة فيه أكبر. فالكتلة هي مقدار ما يحويه الجسم من المادة. قياس الكتلة. لقياس كتلة المادة نأخذ ميزاناً له كفتان ونضع في إحدى كفتيه جسماً ونضع في الكفة الأخرى صنجات، أي أجساماً معروفة الكتلة، حتى يتوازن الميزان فتكون كتلة الجسم تساوي مجموع كتل الصنجات. نكرر التجربة باستخدام أجسام مختلفة ونقيس كتلها. نلاحظ أن لكل جسم كتلة خاصة به، وحتى لو كررنا التجربة في أماكن مختلفة وقسنا كتل الأجسام نفسها ستبقى كتل الأجسام ثابتة. الكيلوغرام وحدة قياس الكتلة ويساوي كتلة لتر واحد من الماء المقطر. تقاس الكتل الصغيرة بوحدة تسمى الجرام. الواحد كيلوغرام يساوي 1000 جرام. ثانياً حجم المادة. إذا أخذنا كأسين أحدهما ممتلئة والأخرى ناقصة، أي الكأسين يمكن أن تضاف له كمية جديدة من الماء؟ الكأس اليمنى لأنها تحوي حيزاً من الفراغ يمكن أن يضاف إليها الماء. أما الكأس اليسرى فيشغل فيها الماء كل الحيز من الفراغ. فحجم الجسم هو الحيز من الفراغ الذي يشغله الجسم، ولكل جسم حجمه، ويقاس حجم السائل بوحدة المتر المكعب. قياس حجم جسم غير منتظم. نأخذ أنبوباً مدرجاً بالسنتيمترات المكعبة ونضع فيه ماء ونحدد حجم الماء في الإناء. نقوم بربط حجر بخيط ثم نغمره في الماء. يرتفع مستوى الماء في الإناء المدرج لأن الحجر يزيح كمية من الماء بقدر حجمه. حجم الحجر يساوي حجم الماء بعد غمر الحجر ناقص حجم الماء قبل غمر الحجر. مهارة رياضية. سنقوم بحساب حجم جسم صلب منتظم الشكل. فمثلاً نأخذ مكعباً طول حرفه لام يساوي 2 سنتيمتر. سنحسب حجمه. الحل: حجم المكعب يساوي طول الحرف للتكعيب يساوي 2 مكعب يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8 سنتيمتر مكعب. املأ الفراغ بالرقم المناسب. سؤال: أولاً كل كيلوغرام واحد يساوي 1000 جرام. ثانياً
كل لتر واحد يساوي 1000 سنتيمتر مكعب، يساوي 1000 ملي لتر. ثالثاً، حالات المادة. للمادة ثلاث حالات، هي أولاً حالة صلبة، ثانياً حالة سائلة، ثالثاً حالة غازية. الحالة الصلبة لها شكل وحجم ثابت، لا تأخذ شكل الوعاء الذي تملؤه، غير قابلة للانضغاط وقابلة للتمدد. الحالة السائلة تأخذ شكل الوعاء الذي تملؤه وحجمها ثابت وغير ثابتة في مكانها، ولها القدرة على الحركة وتجاوز بعضها، وغير قابلة للانضغاط وقابلة للتمدد، ولها صفة الجريان. الحالة الغازية، الغازات لا تحافظ على شكل ثابت ولا على حجم ثابت، وجزيئاتها تتحرك بسرعة وفي كل الاتجاهات، وجسيماتها متباعدة جداً، لذا هي قابلة للانضغاط ولها صفة الانتشار، وقوة التجاذب بين جزيئاتها معدومة تقريباً. اكتشف العلماء حديثاً حالة رابعة من حالات المادة، هي الحالة البلازمية، وهي أكثر الحالات انتشاراً في الكون، كحالة المادة الموجودة في النجوم. اذكر مثال عن حالة صلبة وغازية وسائلة. حالة صلبة عملة نقدية، حالة سائلة الماء، حالة غازية الهواء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. للاستفسار عن أي فكرة أو معلومة تواصلوا معنا عبر العناوين التالية: دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.